بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الكيبل تريز، وهنشوف الكيبل تري داخل أحد كتالوجات الشركات المصنعة، ونشوف إيه اللي مكتوب داخل هذه الكتالوجات. زي ما احنا شايفين شكل الكيبل تري البرفوريتد. طبعا هنبدأ نشوف، هنا بيعرفني بالأنواع المختلفة. اول حاجه زي ما شفنا هنا البرفريتد كيبل تري، تمام، الكيبل تريز البرفريتد اللي هو مثقب او مخرم. بعد كده في عندي اللادر اللي هو احنا بنسميه الكيبل لادر، في منه السويجد راوندد تابولر، وفي عندي الويلدد سي شانل زي ما احنا شايفين ده على شكل سي شانل، والتاني اللي هو الراوند. خلي بالك في لادر راوند وفي لادر اللي هو العادي البار ده. بعد كده في عندي الواير مش اللي احنا بنسميها باسكت تري يا شباب، الباسكت تري او الواير مش. بعد كده السوليد، واحنا قلنا الفرق الرئيسي بين الكيبل تري والكيبل ترانك ان السوليد اللي هو احنا بنسميه الكيبل ترانك اللي هو متقفل من جميع الاتجاهات، تمام. يبقى انا في عندي السوليد اللي هو الكيبل ترانك، في عندي البرفريتد اللي هو الكيبل تريز، وفي عندي الواير مش اللي احنا بنسميه باسكت تري، وفي عندي كيبل لادر. لو احنا بصينا كده يا شباب في الكتالوجات، هنبدأ نشوف مع بعض ايه التفاصيل الموجودة عندي. طبعا من ناحية الماتيريال زي ما احنا قلنا في لايت ديوتي او اللي بنسميه احنا الكيبل تري الخفيف، في الميديم، في عندي الهيفي ديوتي، وفي عندي الفيري هيفي ديوتي. طبعا اللايت السيكنس هنا بتاعه 1 مللي، اما الديوتي 1.2 والهيفي ديوتي 1.5 والفيري هيفي ديوتي 2 مليمتر، ده السيكنس. طبعا بيتوفر بويدز مختلفة من 5 سنتي الى متر زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت. لو انا بصيت على التايب اوف سايد هايت، انواع الهايت يا شباب، في عندي الستريت لو انت شايف هنا الحواف دي مستقيمة، في عندي الريتيرن فلانج انسايد بيجي عند الحافه بتاعت الهايت وبيتنيها للداخل، ريتيرن فلانج انسايد يبقى داخله لجوه، معلومه مهمه جدا. في الريتيرن فلانج اوتسايد دي بيبقى عند الهايت في اخر الهايت بيعمل بيندنج الى الخارج. في عندي السي تايب انسايد وفي عندي السي تايب اوتسايد. يبقى احنا لو شفنا التايبس اوف سايد هايت، الارتفاع يا شباب ليه اشكال، يا اما بيبقى ستريت خط مستقيم، يا اما بيبقى متني للداخل، تمام، ريتيرن فلانج انسايد، او للخارج ريتيرن فلانج اوتسايد، او بيبقى على شكل حرف سي اللي احنا بنسميه سي تايب للداخل انسايد او سي تايب للخارج. دي معلومه مهمه جدا تاخد بالك منها، في ناس كتيره جدا في الكيبل تري ما بتعرفش المعلومه دي. طيب البرفريشن او عمليه التثقيب يا شباب، في عندي ستاجرد اللي هي واخده زجزاج، تمام، اللي انت شايفه واحده وبعد كده واحده، واحده يسار واحده يمين واحده يسار واحده يمين، ده احنا بنسميه ستاجرد. وفي السيريال، في السيريال اللي هو البرفريتد تحت بعض كده الاخرام او الثقوب بتاعته منتظمه، في ناس كتيره ما تعرفش المعلومه دي. الدايمنشنز بتبقى موجوده ازاي، بيبقى عندي العرض ده اللي هو دبليو الويدث، والارتفاع اللي هو الهايت اتش، والال اللي هو اللينس، دي معلومه مهمه جدا. وهنا بيشوف لي عملية التخريم او التثقيب بتبقى شكلها ازاي، زي ما شفنا الشكل اللي تحت ده اللي هو الاستاجرد، والشكل اللي فوق ده اللي هو السيريال، معلومة مهمة جدا جدا داخل الكيبل تري. طبعا الماتيريال زي ما احنا بنشوف، في عندي الميلد ستيل، وفي عندي الميلد ستيل طبعا بلان اللي هو البلان العادي، وفي عندي الجالفانايزد. الجالفانايزد طبعا في عندي الهوت ديب جالفانايزد والكولد ديب جالفانايزد، بيديني الماتيريال المصنع منها هذا الكيبل تري، او من الالومنيوم او من الستانلس ستيل. الفينش يا شباب، احنا بنقول هوت ديب او كده، ده بيبقى عباره عن الفينش، بيجي الكيبل تري وبيتعمل له فينش هوت ديب جالفانايزيشن افتر فابريكيشن، بعد ما بيتصنع بيتعمل له هوت ديب جالفانايزيشن اللي هو الجلفانه على الساخن، او الزنك الكتروبلانيد افتر فابريكيشن، والباور كوتد، دي انواع الفينش. احنا بنحتاج معظم الشغل بتاعنا بيبقى هوت ديب جالفانايزد افتر الفابريكيشن، طبعا بيخضع للبريتش ستاندرد 729 والدي اي ان 50900
76 وهكذا، والاي سي تي ام اي 123 وهكذا. دي الكودز اللي انا بقدر اعمل بيها الفينيشنج. تعالى نبدأ نشوف اللايت ديوتي اللي هو 1 مللي زي ما قلنا، السيكنس التخانة، السيكنس 1 مللي، الهايت 5 سنتي او 50 مللي، اللينز 3 متر، ده بيبقى 3 متر او 3000 مللي متر، الويدث من 5 سنتي الى 30 سنتي، السيفتي 1.5. زي ما احنا شايفين هنا الايتم كود ده الكود اللي انا بطلب منه من هذه الشركة، هذا الكيبل تري، الكيبل تري اهو، ادي ال سي تي اللي هو اللايت ديوتي، تمام، ال50 في لايت ديوتي 50 100 150 200 225 300 وهكذا. طبعا السبورت ديستانس بيتعامل السبورت زي ما قلنا من متر، متر وعشرين، متر وخمسين، 2 متر اقصى مسافة بين الاثنين سبورت. في اللود بالكيلو نيوتن على المتر ده عشان اقدر اشوف موضوع الوزن والتحميل. ده كان الجزء الخاص باللايت ديوتي. لو احنا شفنا نفس القصة بس في الميديم ديوتي اللي هو السيكنس بتاعه 1.2 مللي، نفس الكلام. بعد كده عندي ميديم ديوتي 1.2، طبعا في ميديم ديوتي 1.2 برضو سيكنس بدايمنشنز مختلفة. بعد كده في عندي الهيفي ديوتي، الهيفي ديوتي يا شباب، الهيفي ديوتي اللي هو 1.5 مللي، طبعا السيكنس هنا 1.5 مللي، الأطوال بتاعته من 2 متر 44 ل 3 متر، والهايت 5 سنتي، والسيفتي نفس الكلام، انت حابب تشوف اللي انت محتاجه حسب التصميم بتاعك وبتختار حسب الكتالوج. يبقى هنا ده الهيفي ديوتي 1.5، في الهيفي ديوتي والفيري هيفي ديوتي اللي هو 2 مليمتر سيكنس. بعد كده هنبدأ نشوف مع بعض الكيبل تري فيتنج. الكيبل تري فيتنج دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. نبدأ نشوف الفيتنجز. طبعا هنا البندنج زي ما انت شايف بندنج 45، زي ما قلنا في بندنج عندي 45، ده شكل البندنج 45. طبعا ده اللايت ديوتي اللي هو 1 مللي متر سيكنس، وفي هنا تحت الميديم اللي هو 1.2 في اللايت وفي الميديم. طبعا هنا في الميديم برضو 1.2 بدايمنشنز مختلفة للفيتنج اللي هي 45 حسب المواصفة اللي موجودة عندك. بعد كده بنشوف البندنج 90، البندنج 90 طبعا في الاكسسوارز الخاصة بالبندنج 90 سواء كان لايت ديوتي او ميديم ديوتي. في اللي هي التي برانش، الاكسسوارز اللي على شكل حرف تي. بعد كده الانترسكشن اللي هي 4 او على شكل اكس، تمام، باشكال مختلفة. طبعا هنا سايد هايت اللي هي بارتفاع 5 سنتي او بارتفاع 7.5 سنتي. هنا في عندي الاوتسايد رايزر البند 45، ده اوتسايد. لو احنا بصينا تحت كده هنلاقي الانسايد رايزر 45. بعد كده الريديوسر، الريديوسر زي يا شباب زي مهم جدا. انا عندي الكيبل تري بيبقى مثلا ريديوسر 100، الواسع الناحية التانية واسع 100، الناحية الضيقة 50 وهكذا. طبعا هنا بيديني ريديوسرز مختلفة بسايز مختلفة، طبعا في الارتفاعات بتاعتها 2.5 سنتي او 5 سنتي وهكذا. ده الريديوسر. طبعا الكاستم رايزر ان انا بعمل بزوايا معينة 45 60 وهكذا، اقدر اصنع اي انجل انا محتاجها. بعد كده كيبل تري اكسسوارز، الاكسسوارز دي مهمة جدا يا شباب. زي عندي الستريت كونكتور، الكونكتور الستريت ده شكله، في عندي الانجل كونكتور، الانجل كونكتور على شكل انجل، تمام، او حرف ال، في الانجل كونكتور التانية اللي هي 10 30، تمام، الوراد اوفر كابلر اللي هنا هتلاقيه متني كده من الناحية دي او معمول له تطعيج. طبعا هنا الاكسبانشن كونكتور، الاكسبانشن جوينت شكلها ازاي، في عندي الهوريزونتال ادجستبل كونكتور، الاند بليت، دي طبعا الاكسسوارز اللي انا بحتاجها عشان اثبت واركب الحاجات، الفيرتيكال ادجستبل كونكتور،
في الدروب اوت كونكتور النزلات بتاعتي. بعد كده الكريمبنج تايب كبر، وبيبقى في عندي التابولار كيبل تيرمينال اند اللي احنا شايفينه، والكريمبد واير كونكتور والتيرمينال. ده كله تبع الاكسسوارز او الاجزاء اللي هي بنستخدمها في عمليات التوصيل. طبعا هنا في عندي الكيبل تري كفر، في عندي السوليد كفر، وفي الفيرتيكال كفر. في عندي الكيبل تري كفر ويز لوكينج كلامب، الكفر الشكل اللي قدامك ده. في عندي الكفر سايد هايت تايب، الارتفاعات بتاعته. في عندي الفريمينج سيستم، عمليات التربيط بالكونكشنز الخاصة بيها. عمليات التثبيت، الثريد رود، الرودات يا شباب. الراوند هيد، المسامير، الكابلرز، ده كله احنا بنشوفه داخل البولتس المختلفة او الروفنج بولت. تمام، البولت المختلفة برضو نفس القصة. النات، الصواميل اللي احنا بنستخدمها في عمليات التثبيت، في الكابلرز المختلفة والمسامير المختلفة. ده كان شرح من احد الكتالوجات الخاصة بالكيبل تري. شفنا فيه معظم اشكال الكيبل تري بصفة عامة، وشفنا معلومات عامة عن موضوع الكيبل تري واشكاله وازاي نتعامل معاه. طبعا ان شاء الله هنكمل في محاضرات قادمة خاصة بالكيبل تري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.